كل وضوح، تلك الحرب ماذا تصفها؟ هل كانت حربا عدوانية؟ هل كانت حربا، هل هي كاحتلال؟ هل هي عملية تحرير العراق أم ماذا بالتحديد؟ صحيح أنه صدام كان محتلا للعراق بدكتاتوريته وتصرفاته وسياسته الهوجاء التي تبعد عن العقل مئات الأميال، بل لا تمت إلى العقل بصلة. إلا أن هذا الدخول العسكري للقوات المحتلة بكافة جنسياتها لا يسمى تحريرا، بدليل أنه لم نخلص من صدام ولا من البعثيين، لا زالوا موجودين ولا زالوا مؤثرين في الساحة العراقية بنحو سلبي. والشيء الثاني الأكثر أنه تأثير أمريكا سلبي أكثر من تأثير حزب البعث السابق على العراقيين. لا زالت المعاناة الشعب العراقي موجودة كما هي كانت في زمن صدام، الآن أيضا موجودة، خدمات ماكو، نقص أمني موجود، وكل الأمور التي كنا نعاني منها لا زالت معاناة. فهي ليست بتحرير وإنما احتلال، أنا أسميه احتلال. أنا كنت أقول في السابق، قلتها في سنين السابقة، أنه ذهب الشيطان الأصغر وجاء الشيطان الأكبر.